لا قوانين، لكل قلب دوما حنين، حنين لي لكلمات، حنين لي بعض الأهات. من أجلك يا حبيبي سوف أعاني، من دونك يا حبيبي العمر فاني، خوف ظلم كره غدر حتى الجنون. لا حدود، أنت الدنيا في حياتي، أنت كل ذكرياتي. ما تفعله غير منصف. لا ترددي ذلك، لا تعاودي قولها. إلى أين ماذا ستفعل؟ أريد حماية ابني. ادخلا. مرحبا. كيف حالك ماريا؟ وأنت ماريسول؟ مرحبا. رأيت خورخي؟ نعم رأيته. تحدثتي معه؟ لا توماسا، هلا أخذتي روسيتا لتلعب بالألعاب لو سمحتي؟ طبعا، هيا صغيرتي اجلسي من هنا، انتبهي. أي ماريا، أحمل لك خبرا سارا. خبرا سارا؟ ما هو ماريسول؟ أخبريني. أنا حامل. لا لا، خبر رائع. أهنئك شقيقتي، وأخيرا نسمع خبرا سارا. أرجو أن يجلب لك الحظ معه ليكون بداية مرحلة جديدة للجميع. أرجو ذلك. اجلسي. أي كم أنا سعيدة. ماريا كيف حالك؟ هل تعرفين ما هذا؟ قرار من المحكمة، هل تعرفين لماذا؟ كي لا تقتربي من ابني أكثر من 50 مترا، هذا واضح؟ ماذا يجري لك فرناندو؟ لقد ضقت ذرعا باعتبارك لي مجرد غبي. أنا أعرف أنك تريدين أخذ الطفل. لا أريد أخذه، أردت رؤيته، فهو ابني، لا أستطيع العيش معه، فأردت رؤيته على الأقل. حسنا، لا بأس بأن تريه، سأفهم ذلك جيدا، ولكن يبدو أنك تريدين له الأذى. دعني أحذرك من أمر مهم، ولا تستفزني. إن تعلق الأمر بكسب الوصاية على خورخيتو، فأستطيع أن أقول أنك تسكن الآن مع عشيقتك وأهددك. ولماذا لا تفعلين ذلك؟ لأنني لست منحطة، لا أقوم بأعمال كهذه لأنني أكترث بخورخي. هذا واضح جدا، دموعك لا تنضب. لن تجبرني على إثبات ذلك، أعرف مشاعري وضميري مطمئن جدا، ولا أخافك. ثم حتى ولو أتيتني بهذه الأوراق، ولو كنت محاميا، تعلم أن ابني سوف يعود إلي بسرعة. سوف نرى ذلك. هل أنت بخير؟ نعم لا تقلقي، أنا بخير. أرجوك ابنتي، يمكنك البكاء. لا توماسا، لا أريد البكاء، لن أبكي. أفضل تقدير جاء من برافو أخذاً بالاعتبار خدماته، ما رأيك خافيير؟ حسناً، أرسل ما يلزم لأحضار الآلات بأسرع ما يمكن. لحظة خافيير، أندريا من فضلك لدي أشغال كثيرة. خافيير أكلمك لاحقاً. شكراً. لا تقلق أبداً، أنا لا أريد الجدال. أدركت أنك لم تشأ إيذائي، وأدرك أنك تريدني أن أهدأ، لذا اطمئن لأن هذا ما سأفعله. أندريا لماذا جئت؟ لتخبرني أي مكتب سوف أشغل. ماذا تقولين؟ ألست مساهمة هنا؟ هذا من حقي. نعم فهمت. أندريا طلبت مني أسهما مقابل الطلاق، ولا يمكن أن يصبح ذلك. مرحبا، كيف حالك بني؟ ماذا تفعلين هنا؟ ألم تخبرك أندريا أنني سوف أعمل هنا؟ ما معنى ذلك؟ هل تشرحين لي من هذا؟ يعني
أنني مساهمة في الشركة ولي الحق في المشاركة بالقرارات. وبما أنها لا تعرف شيئاً عن الشركة فسأكون مستشارتها. مستشارتها؟ ولكن هل جننتما؟ لا لا بل أمارس حقي فقط، أليس كذلك؟ كل شيء واضح هنا في الدستور. نعم فعلا هذا ما يرد في الدستور، لكما كل الحق، إن أردتما المساهمة في أعمال الشركة فستفعلان. تفضلا بالجلوس. شكرا. موقف ذكي جدا. فيرونيكا من فضلك أحضري وثائق الشركة للسنوات الخمس الأخيرة. نعم كلها، الإدارية والحسابية والإنتاج ومحاضر مجلس الإدارة. باختصار أريد كل شيء بأسرع ما يمكن. شكرا. لحظات وتطلعان على كل شيء. أجر ممتاز. جيد. حسنا لا بأس. يؤسفني ألا يحبني. العمل هو العمل. أجل. للسيدتين من فضلكم. ماذا؟ ماذا؟ هذه وثائق العمل الإداري وسيأتون الآن بالعمليات الأخرى. شكراً فيرونيكا. أستأذن؟ ماذا؟ 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 لكن ما الذي تفعله أنطونيو؟ لا شيء، بما أنكما تعرفان جيداً ما يرد في الدستور تذكرا أن الفقرة الثالثة من القانون 22 تنص أنه على جميع المساهمين المشاركين في الشركة أن يعرفوا جيداً كل العمليات وأوضاع الشركة لاسيما المالية للسنوات الخمس الأخيرة. تفضل الدستور أندريا. هل تظن أنني... يمكنكما مراجعة الوثائق، وإن ارتكبتما أي خطأ فسأخرجكما بنفسي من هنا. يمكن أن تبدأ بالقراءة. أستأذن بالانصراف. أنطونيو، لدي أشغال كثيرة. أنطونيو، 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 أنطونيو. إلى اللقاء. ماذا؟ ماذا تفعلين فرانشيسكا؟ أنت السبب في كل ما يحدث. أنت توقفي. السبب. نعم أطبخي الكثير توماسا، وأريد طبقا من الرز بلحم الخروف. ماذا بعد بني؟ أخبرني كل ما تريدينه من ذرة وغيرها. أسمعتي؟ هذه هي الدعوة؟ نعم. ما بك؟ لما تبدين حزينة؟ عادت تواجه المشاكل مع فرناندو ومن الصعب أن نتفقا معا. آه ماريا، أحتفل بعرسي وأنت حزينة. أستطيع تأجيل الزواج حتى تفرحي. لا خوسيه، فأنا بخير، أحاول استعادة ابني ولا أعرف كم سيطول ذلك. سأنتظر موعد المحاكمة ثم أنتما متيمان. أنت متأكدة؟ أجل. حسنا أحبك. خالتي بركاتك. بطاقة جميلة. صحيح بركاتك. برعاية الله. نعم بني. إلى اللقاء. ستغمرهما السعادة الآن ولن تكون بعيدة عنك، وستنعمين بالسعادة مع أنطونيو وابنك. سترين ذلك. تحلي بالصبر. أريد أمي، أريد أمي، أريد أمي، أريد أمي. مهلا 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 خورخي، مهلا اسمعني. دعني. خورخي مهلا. أمي. أنا أعرف ذلك وقد تحدثنا بهذا الموضوع. خورخيتو مهلا. أمي. أمك ليست هنا معنا لأنها تفضل العيش مع شخص آخر. يجب عليك أن تفهم ذلك. لا أفهم، لأن أمي تحبني. دعني. هذا كثير، دفعات هنا ودفعات هناك، مبالغ مدفوعة بالموافقة. هذا يكفي، انتهى الأمر. إن ظن أنطونيو أنه سيسخر مني بحبسي هنا وليذهب هو إلى تلك الغبية فهو مخطئ جدا. إلى أين ستذهبين؟
إلى منزلي. سأجعل حياته مستحيلة. سأذهب إلى أي مكان لأنني لا أحتمل. ساعديني، ساعديني على الوقوف هنا بسرعة. لا يمكنك الرحيل. ألا تفهمين هذا الغبي؟ إن رحلت فأنطونيو سيفعل ما يحلو له في الشركة. ألم تقولي لي إنك خبيرة؟ ألست مستشارتي؟ ابقي أنت. افهمي، لقد طردت من مجلس الإدارة، لا أستطيع شيئاً وحدي، وإن لم تبقي فإن ماريا ألدانا ستصبح في أي لحظة سيدة مطلقة لإدارة هذه الشركة، وستسلم الرئاسة لابنها خورخيتو. هل تفهمين؟ إلى لقيطها. هيلينا، ماذا تفعلين هنا؟ وداعاً أندريا، شكراً على كل شيء. ماذا تقولين عن ماريا؟ ما الذي تقصدينه بابنها اللقيط؟ ابنتي، وقعت أحداث كثيرة. تخيلي أن ماريا ألدانا تريد من أخيك أنطونيو أن يعترف بابنها. تخيلي ما سيحدث لو اعترف بأن ابنها من صلبه. ماريا ألدانا ستحصل على كل شيء، تصوري. واضح، لهذا تستعدان للهجوم أنت وأندريا، هذا ما توقعته. أندريا هنا لأن الغبية أخوك منحها 20% من أسهم هذه الشركة لكي تقبل بالطلاق، ليستطيع الذهاب إلى التافهة. وحضرتك، ألم يطردك من المجلس لما فعلته مع سيزار؟ هيلينا، متى ستكفين عن استفزازي هكذا؟ لن أكف مطلقاً، واعلمي أنني بذلت مبوسعي لنسيان كل المشاكل التي كانت بيننا، وأنت تصرين على تذكيري بها كلها. هيلينا، لا تعامليني هكذا، فأنا والدتك كما أنك والدة أنطونيو، لا تنسي ذلك. وهذه دعوة لحضور زواجي. ودع. هيلينا، لا تغادري. كل هذا لسببك أنطونيو، أنت هو السبب. مرحبا. أهلا، تفضل. شكرا. ما بك؟ جاء خوسيه بدعوة زواجه. لهذا أنت حزينة؟ رأيت خورخيتو. ماريا، اتفقنا على انتظار المحاكمة. أعرف أنها حماقة، ولكنني لم أحتمل. دقت ذرعا بالبكاء والتوسل والعذاب. أردت التأكد من أنه بخير، لكن لاتيسيا أخبرت فرناندو فجاء بهذا. إنه قرار ينص على سجني لو اقتربت من ابني أكثر من 50 مترا. هذا كثير، سأتحدث معه. لا تفعل، فرناندو يتصرف بجنون ولا يكترث بمشاعر الطفل. تمنيت أن أقتله أنطونيو، لكن لن أرتكب أخطاء أخرى. حالته تسوء. أعطيته الدواء قبل أكثر من ساعة. لا يحتاج إلى الدواء وحده كما تعرف، بل إلى أمه. ماريا، ماريا، لا يمكن أن ترى خورخيتو، هذا واضح. فرناندو، أرجوك، لست طبيعيا، بل تتصرف بجنون. أعرف كم تعاني، ولكن هذا لا يبرر ما تفعله بابنك. لا بأس. لاتي، اسمعيني، أشكرك كثيرا على ما تفعلينه لابني، أشكرك من كل قلبي، ولكن هذا لا يعني أن تحددي ما يجب علي أن أفعلها. عذراً، ولكن على أحد أن يخبرك ويحذرك من أخطائك، لأنك تخاطر بحياة ابنك. انظر إلى نفسك، أنت لا تملك المال أو العمل، تمضي الوقت كله بتوجيه اللعنات ضد ماريا. ظننتك تكرهينها. لا فرناندو، لم أكرهها، لكن حبي كان أكبر من أي شيء، أقوى من عزة نفسي ومن صداقتي لماريا، وأقوى مني أنا. ولكن تأكد من أنني لن أسمح بما تفعله بابنك. ارحلي إذن، أستطيع العناية بابني وحدي. لا بأس، سأعتني به بنفسي فعلاً.
خذيني معك أمي. أمي كيف حاله؟ متعبا، انخفضت الحرارة وصعدت مجددا. سوف أحضر الطبيب. لا أبي، لا تأخذني، أنا أريد أمي، أنا أريد أمي. لا خورخيتو، لن يفعل ذلك، لن يفعل. ألو ماريا، أنا ليتي. ماذا تريدين؟ أن تسخري مني وتطلبي ابتعادي عن ابني؟ أرجوك اسمعيني، خورخي متعب جدا. ماذا أصابه؟ يجب أن تأتي حالا، سأخبرك هنا. وفرناندو؟ خرج الآن، لهذا أتصل. يا إلهي. إلى أين ماريا؟ اتصلت ليتي، خورخي مريض جدا. لا تصدقيها ماريا، لا تصدقيها. ماذا لو كان فرناندو يكذب وطلب منها ذلك؟ إنه ينصب فخا. أفضل المغادرة، ابني أولا. أرجوك لا تخبري أحدا توماسا. ها؟ ولكن ماريا. لا تخبري أنطونيو، أرجوك. أين هو؟ في غرفته، إنه يهذي من شدة المرض. أحضري الماء من فضلك. ما بك حبيبي؟ أنا هنا بني وسأعتني بك، دعني أرى قدميك الآن. أمي ألن تتركيني بعد الآن؟ لا أستطيع الكذب عليك بني، سأغادر اليوم، ولكنني أعدك بأن نكون قريبا معا. ها؟ لا أريدك أن ترحلي. سأغيب لأيام قليلة، لذا أرجو أن تكون قويا. يجب أن تتحسن وتأكل جيدا وتتناول الأدوية، واطلب من ليتي أن تتصل بي متى أردت وفي أي وقت تريد، فهمت؟ فهمت. ماريا يجب أن تغادري، إن وجدك فرناندو هنا فلن تنجي منه. عدني بأنك سترعى نفسك. أنا أعدك. جيد. أحبك خورخيتو، أحبك حبيبي، أحبك. لاتي، لاتيسيا. لحظة، لم أجد الطبيب، سأجبر على. لا عليك، فقط تحسن. صحيح؟ نعم. جيد. لا لا تذهب إليه، دعك منه كي لا توقظه. لاتي إنه ابني. ولكنك سوف توقظه. ما بك؟ أريد رؤية خورخيتو. ما بك؟ فرناندو عدني بأن لا تغضب. لماذا أغضب؟ أريد وعدا. ماذا فعلت؟ ماذا؟ ليتي اتصلت بي، لم أجد ما أفعله. شكرا. هناك أمر بإبعادك عنه. وهل هناك أمر بعدم اهتمامي بابني وبدوسي على مشاعري أيضا؟ أنت السبب في ابتعادك عنه. حسناً، أنا السبب، ولكن رغم ما يحدث بيني وبينك ما يهم صحة خورخي لا أكثر. أعرف أنك تحبه كثيراً، وبرأيك لا أستحق العيش معه، ولكنه يحبنا معاً، وهو يحتاج الآن إلى أمه قربة. أوه، وهل تذكرت ذلك الآن؟ أنا أتذكره دوماً، هو أول ما أفكر فيه يومياً حين أصحو، كما ولا أفكر إلا فيما نسببه له من حزن. بل ما تسببينه وحدك. لن أجادلك الآن، فأنا هنا لأن خورخيتو مريض فرناندو، وسأتصل غدا للسؤال عن حاله. وإن أراد رؤيتي فاستدعني، وهكذا تثبت أن خورخي يهمك فعلا. وإن طردتني فسأدرك عندها أنك لا تريد إلا الانتقام مني. مسكينة ماريا، ليتك رأيتها. فعلا لقد جن زوجها، ولكني أفهمه، هذا ما أصابني حين أراد انتزاع روسيتا. ألا تقدر ألم ماريا؟ بلى أقدره، ولكن فرناندو والد الطفل بطريقة ما. أختك تسبب الأذى للكثيرين بدون إدراك منها. أختي إذن، قمنا بخداعها نحن
وأبعدناها عن أنطونيو، قلنا لها إنه مات وإنها هي السبب، وطبعاً بما أنها مذنبة من حق زوجها أن يسيء معاملتها ويضربها ويقول عنها رخيصة أمام خورخيتو. لا، وانتزع الطفل منها، وعليها أن تتقبل ذلك برحبة صدر من دون أن تفعل شيئاً، لأنها هي المذنبة لمجرد أنها تحب فارس أحلامها. مهلاً، لا، ليس هذا ما عنيت. بل ما تفكر فيه، هل تذكر حين أحببتني؟ هل اكترثت بمعاناة هيلينا؟ نعم اكترثت بها، ولكن حبي كان أكبر. أترى؟ فلماذا تدين ماريا إذن؟ أم أن حبها لا يساوي حبنا أو حب أي كان؟ أهي أنانية لسعيها إلى السعادة؟ وهل هي التي تعذب زوجها وابنها؟ ما بك؟ وفرناندو أليس أنانياً؟ ألا يعذبها أيضاً بأخذه للطفل؟ الأمور دائماً هكذا، عليك رؤية الوجه الآخر من المشكلة. أعرف، ولكنني لا أستطيع الوقوف مع أختك، لا أستطيع دعمها لأني مهلاً، الوالدة تبقى والدة، ولا أحد، لا أحد ينكر الحق لبقاء الابن مع أمه رغم إرادة الجميع. لا أوافق، ومع ذلك أخبريني ابنتي، كيف حال الطفل؟ يتحسن، أنزلت حرارته وتركته ينام. حمدا لله، ليس هناك أفضل من رعاية الأم لابنها. ألم يرك فرناندو؟ بلى، لقد رآني. ماذا جرى؟ كما هي العادة تشاجر معي ثم انصرفت. لا داعي للقلق ابنتي، إنها مسألة صعبة تجعلني أشعر بالذنب والإحباط إلى حد بلوغي لليأس. هل هو ذنب إن أحببته؟ بل في حبي لأنطونيو وليس فرناندو. الحب الأول هو الحب الحقيقي، وإن أعاده القدر إليك فهو نصيبك. عدا ذلك لا تنسي أنه والد ابنك. لن أنسى ذلك. وتذكري أيضاً أنه ليس هناك ما هو أقوى من الحب، وما عليك سوى التمسك بهذا الحب بصلابة رغماً عن الجميع. الحب هو كل شيء. هذا صحيح. هل يمكن أن نختم القسم بوعد حب؟ بوعد حب مدى الحياة؟ بهذا الخاتم أعد بأن أحبك لمدى الحياة. وأنا بهذا الخاتم أعدك بحبي لمدى الحياة. هل أنت ذاهبة حبيبتي؟ هيا قبليني. وداعا جدتي. أحسني التصرف. وداعا ابنتي. هيا. مهلا، ماذا تفعلين ماريسول؟ تمهلي فأنت مريضة. هاي، إنه صداع بسيط. دعيني أرافقها كي لا تتعبي حبيبتي. وداعا أمي. وداعا بني. لا أفهم لماذا تخفيان الحملة عن هذه الطفلة البريئة. تقول الطبيبة أنه علينا الانتظار لنخبرها بالموضوع. ألا تسأل عن والدتها؟ لا. والمحاكمة متى ستكون؟ لا نعرف بعد. وقضية ماريا؟ لا نعرف. صباح الخير خوسيه. صباح الخير. صباح الخير، كيف حال الجنين؟ بخير، ينمو. كيف حال السيدة؟ أنا بخير. جئتكم اليوم بدعوة زفافي على هيلينا، حان الوقت أخيرا. سوف تتزوجان؟ نعم سيدتي، حسب القانون وشريعة الله. تفضلي. كيف تقرر الزواج الآن وفي هذه الظروف؟ أختك في السجن والأخرى مهددة بانتزاع ولدها، أليس لديك ولو قليلا من المشاعر؟ لهذا قررنا الزواج سيدتي، ولكثرة ما لدينا من أحاسيس، وليس لأننا مجبران. طبعا لا تكن سخيفا. على أي حال لا بأس، هذه دعوتك ماريسول. شكرا. وهذه لك إن أردت المشاركة. سأذهب لتوزيع البقية،
أحبك. أنا أيضا. أستأذن. لا يمكنك الذهاب. هل نسيت ما فعلته بك تلك السافلة هيلينا؟ ولن أذكرك بألا تدعي لويس يلتقي بها. إنه زفاف أخي. طبعا زفاف خوسيه ابن العائلة المتسلقة ألدانا. لا أستغرب ذلك، فهو كبقية أفراد العائلة. لا تبدأي أندريا. اسمعي يا عمياء البصيرة، لا تنسي أنك هنا في بيتي، وسأفعل هنا ما أراه مناسبا، وإلا فاطلبي من زوجك الغبي أن يسكنك في مكان آخر. صحيح، بل أنت من يجب أن يغادر بأسرع وقت. خذي إجازة طويلة كي تكفي عن إزعاج الآخرين. ابنتي، لما أنت عدائية هكذا؟ ماذا أصابك؟ ماما، يسرني كل ما يصيب عائلة ألدانا، ولو عاد الأمر لي لأرسلتهم إلى روساليدا مع الأبقار والأغنام بيد في المقدمة وأخرى في الخلف. أجل لأجعل حياة هذه العمياء مستحيلة، وبعد ذلك سأجعل ماريا تدفع الثمن، سترين. لا تقولي شيئا. لا، اطمئني. أتيناك بالفاكهة. هاي شكرا جزيلا. مانجو. هاي شكرا جزيلا. لقد زارني خوسيه، سررت كثيرا لأجله. هيلينا تحبه، لكن أرجو أن تحتمله. أتمنى ذلك. هل أنت حامل؟ أجل، وأنا مسرورة جدا. وأنا أيضا أهنئك ماريسول. شكرا لك. وما رأي روسيتا بالأمر؟ سعيدة. وأنت كيف حالك؟ إنني أعمل وكل شيء بخير. وخورخيتو؟ مع فرناندو، آمل أن يعود إلي قريبا. هل تعرفان شيئا عن أمار؟ لا. على كل ستخرجين لنجتمع من جديد برعاية أمنا من السماء، ستباركنا كلنا. نعم. هل أصبحت جاهزة؟ تقريبا. أي ماريا، لما لا تبدلين من ملامح الحزن هذه؟ لولا خوسيه لما ذهبت إلى حفل الزفاف، ولو كان ابني معي لتغير كل شيء. قريبا سيكون معك، يكفي أنه بصحة جيدة، وأن ليتي تعتني به، وأن زوجك المجنون بدأ يهدأ. هاي لقد وصل. للسيدة الجميلة. ها؟ شكرا. توماسا كيف حالك؟ بخير. ولكن أي جمال هذا سيدتي. شكرا. ألا يجدر بها أن تتزين دائما؟ إنها دائما جميلة، ولكنها اليوم سعيدة، أليس كذلك؟ هيا إذن. المفاتيح. هاي المفاتيح، هيا أحضريها. فيرجينيا، أعرف أن الأمور بيننا ليست على ما يرام، ولكن اسمحي لي أن أرافقك إلى المطار. سأجري العملية، وأتمنى حين عودتي بخير أن نستطيع معالجة خلافاتنا كلها. يجب أن تقبلي أنك تغيرت، وخصوصا معي. وكيف لا أتغير بعدما أصابني من مصائب وكوارث؟ لقد أصبحت مقعدة، وأنت تصر دائما على ممارسة حياتنا الزوجية الطبيعية رغم معرفتك بوضعي، بما لدي من ساقين بلا جدوى وجسد بلا مشاعر. يتملكني الغضب فيرجينيا، كنت امرأة بالغة القوة، ولكنك تنجرفين لمشاعر المرارة والانتقام من الجميع.
لا يمكن ذلك فيرجينيا. حبيبتي، أنت امرأة رائعة جدا، تستطيعين بلوغ ما تريدينه من أهداف. لم أعد امرأة، بل أنا مقعدة، هذا هو حالي، وأنت لم تتقبل الأمر. فيرجينيا، لنبدأ علاجا، لنبدأ شيئا لأنفسنا ولنفسك. وهذا ما أفعله، سأذهب لإجراء العملية وسأفكر بنفسي وبك وبكل ما يجري، وسأفعل ذلك فقط لوحدي، لوحدي. من فضلك أطلعيني على كل ما يجري من أمور. يسرني مجيئكم. استمتعوا بالحفلة. شكرا على مجيئك سيدي، كيف حالك؟ بخير شكرا. يسرني مجيئك، سيكون الطعام شهيا. أتمنى ذلك. أنا جائعة. مرحبا. أهلا، كيف حالكم؟ مرحبا. أهلا بكم. أهلا بكم، تفضلوا تفضلوا. أهلا. لا أكاد أصدق أنني سأفرح بابنتي مع أنها ستتزوج بذلك المشرد. اسمعي فرانشيسكا، لم نذهب إلى الكنيسة وهذا مكسب لنا. أنا لا أحتمل إلقاء التحية على أحد. أعطني كأسا. أرجو أن أتمالك أعصابي. كم أتمنى أن تنجح خطتك فرانشيسكا. أجل أرجو ذلك. مرحبا جميعا. أهنئكما. مرحبا حماتي، لم أرك في الكنيسة. شكرا. أين البقية؟ أين الموسيقى؟ أين هم المغنون؟ تريدين موسيقى؟ نعم، سأحضر لك موسيقى. الفرقة في الخارج؟ يا إلهي، موسيقى، تعالوا، لقد أتت فرقة الموسيقى. أهلين، أرجوك لا تفعلي هذا. هذه هي الموسيقى. رائع. ولكن هيلينا، ما معنى كل هذا؟ انظر، إنها حفلة رائعة كالعروسين. أندريا مشمئزة. مبروك للعروسين. مبروك. انظر إليها، نهنئكما، تبدو سمرة. انظري إليهما. كيف تجرؤ على ذلك؟ كيف تجرؤ على المجيء مع عشيقتك؟ دعيني. أندريا، أندريا، كيف أسكت؟ ولماذا تدعينهما إلى زفافك ليأتي برفقة هذه التافهة؟ أندريا، أنطونيو شقيق هيلينا وماريا شقيقتي. ولكنك يجدر بك التغيب وحدك أندريا. لن أتغيب، فأنا زوجته. كيف أسكتي؟ ولماذا يجب أن يعلم الجميع أي نوع من الحثالات هنا وأي نوعا؟ أمرتك بالسكوت، هيا تعالي. تعالي، قلت لك أسكتي. قم عن هذه الفضائح، فجميع المدعوين ينظرون إليك. فليعلموا جميعا إلى أين جاءوا وأي نوع من الحثالة سيجدون هنا. هذا يكفي، أعطيني الكأس. لماذا؟ أعطيني سيجارة أيضا. كفى الآن، كفى. مبروك. شكرا. متأسفة. مبروك. لا عليك هيلينا، ابتسمي دائما. هذا حفل زفافنا، فلنحتفل جميعا. مبروك للعروسين. برافو. مبروك. عاش العروسان، عاش العروسان. رائع. هيلينا، ابتسمي. شكرا. كم أنا فرح. مرحبا. أهلا. تحاول إزعاجك، لا عليك منها، سنحتفل. تفضلي حبيبتي، اجلس ابنتي. أي خاتم هذا، كم هو جميل. تعالي منه. لا تنزعيه من يدك أبدا، وإلا. أرجو المعذرة، كلنا نعرف أندريا جيدا. أنطونيو، ماريا، أريد أن تبتعدا عنها كي لا تزعجكما، أهذا ممكن؟ نعم. ما بكما؟ ألن تهنئاني مجددا؟ بالتأكيد، وكيف لا أهنئ أختي الوحيدة؟ تعالي لأضمك. مبروك. مبروك هيلينا. أهنئك من كل قلبي. أتمنى لك السعادة من كل قلبي. كم تبدين جميلة. أتمنى لك التوفيق. أتمنى لك التوفيق.
دعني أهنئك خوسيه، سهري العزيز، أهنئك بكل قلبي، أنت من أفضل الناس. وأنت أنطونيو، شكرا لك، شكرا لك مجددا. أنت بأفضل حال خوسيه. ألن تقول عاشت العروس؟ عاشت العروس، عاشت العروس، عاشت العروس، عاش العروسان، مبروك عزيزي. شكرا. انظري إليهما، أليس رائعين؟ تعلمين ما كان يجدر بنا المجيء وهم ما كان يجدر بهم دعوة هذه الحثالة؟ إنهم ليسوا حثالة أبداً، إنهم سكان روساليدا وأصدقاء خوسيه وأصدقائي. وإن كانوا لا يعجبونكما فلا تقلقا، فهم لا يحبون لا العقارب ولا الأفاعي. أحسنت. أحضرت لكم. لما تزعجين نفسك؟ إلى المائدة، إلى المائدة، تفضلي تفضلي تفضلي. أهلا أهلا روسا، يبدو شهيا، دعيني أتذوق. إنه رائع. شكرا. تذوقي. أهلا بك، تفضلي تفضلي. شكرا شكرا جزيلا، دعيني أتذوق. أهلا، تذوقي. شكرا. لحظة، انتبه خوسيه. تفضل. أهلا أهلا، تفضل تفضل. أهلا، هذا لك. شكرا لك، شكرا لك يا صديقي، إنه سخاء منك، خذيهما إلى هناك، إلى المائدة. هذا لك سيدي. تهانينا، مبروك عزيزي، مبروك لكما. شكرا لك. هيلينا، اتركي ما تحملين بسرعة، لا أصدق ما يحصل. لماذا تضحكون؟ أهلا. لماذا؟ أمي أمي. شكرا لك، شكرا. هذا العرس مليء بالحثالة لا أكثر. أمي لا تزيد الأمور تعقيدا أرجوك، اذهبي لاستقبال المدعوين هناك، إنها عادات أهل روساليدا أرجوك. طبعا. أنا لا يمكن أن أحتمل المزيد. هذا أمي أرجوك، كفى. ما بك حبيبتي؟ أنا أهتم خسي. أنا أهتم رافائيل. نعم سأهتم لو سمح. شكرا شكرا لك. سيدة فرانشيسكا، ألا نستحق الرقصة معك؟ ابتعد ابتعد، أنت حثالة وقذر أيضا. هكذا أفضلك، طويلة وقذرة كي تصفعيني، أنت رائعة. هذا يوم سعيد جدا، لأن أحبائي هنا من روساليدا، وعائلة زوجتي أيضا موجودة. بصحتك. من فضلكم أيها السادة، لدي نخب لكم، نخب سعادة العروسين الجميلين كي لا يفرق بينهما أحد، نخب الجميع. شكرا لكم جميعا. لدي نخب آخر، نخب زوجتي، لأنها أجمل امرأة وأروع وأنبل امرأة عرفتها في حياتي. عاش العروسان. اشربي سيدتي. هيلينا هيلينا هيلينا، ماذا تشربون؟ إنه بولكي أمي. بولكي بولكي بولكي، المشروب الشعبي، أتعرفينه؟ أمي يثير اشمئزازي. مشروب الرأس. هيا سيدتي نخبكم. لا لا ابتعد عني، نخبكم. أتحمل القذارة، ابتعد. نخب جميع من في الحفلة هنا، نخبكم جميعا. نخب العروسين ونخب أنطونيو. نخبكم جميعا. نخبك صهر العزيز. يا إلهي ساعدني أرجوك. في صحتكم. هذا رائع. رائع. حفلة العروسين، نريد أن نرى حفلة العروسين. هذا رائع. قلت لك يا حبيبتي إنها ستكون حفلة رائعة. أحبك كثيرا.